كما لاحظتم تم التداول في نقاط جدول الأعمال المعروضة على مجلس الجهة، ولكن سأقتصر على في هذا الحديث على نقطتين مهمتين. النقطة الأولى هي المرتبطة بميزانية سنة 2014. هذه الميزانية اللي يمكن لي نقول لكم عليها هو أنها مواصلة المشاريع التنموية للجهة، بحيث تبلغ قيمة الغلاف المالي المرصودة لميزانية 2024 حوالي 900 مليون درهم، منها ما يفوق 750 مليون درهم خاصة بالاستثمار، معناه خاصة بالمشاريع. أيضا لابد أن أشير على أن هذه المشاريع جلها ذات طبيعة اجتماعية على وجه الخصوص. موضوع ديال مركز المستعجلات للجهوي بفاس هو واحد الأمر اللي حرصنا على أنه يكون في هذه الميزانية ويتنجز دابا، لأن الحاجة إليه أولا ملحة لخدمة المواطنات والمواطنين، ثانيا لملائمة جهتنا مع ما تتطلبه دفاتر التحملات لاستقبال بعض التظاهرات الرياضية الدولية والقارية، خاصة منها الكان وكذلك كأس العالم إن شاء الله التي نامل أن يحظى ملف المغرب وإسبانيا والبرتغال بالموافقة، ولكن احنا خصنا نكون جاهزين قبل من اليوم. كذلك موضوع ديال تهيئة مراكز تحقن الدم بكل من فاس وملحقاته بمكناس، بالإضافة طبعا إلى النظر في كثير من الاتفاقيات أو المصادقة على كثير من الاتفاقيات ذات هذه الطبيعة، منها المرتبطة أيضا بالمجال ديال الصحة والبيئة، خاصة ما يتعلق بالسوق الجهوي للخضر والفواكه المزمعي إحداثه بمدينة مكناس، وكذلك المتعلق بالمنتجات الفلاحية والآخر بمدينة فاس، وسوق المواشي كذلك بعين بيضاء، إلى غير ذلك من الأمور. المشاريع إن شاء الله سنحرص على أن تنطلق في أقرب وقت بعدما تكون موجودة الدراسات التي أحيلت على أحد الشركاء الجادين اللي هو شركة ميد لإنجاز الدراسات. بعد إنجاز الدراسات سنطلق إن شاء الله الأشغال. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.